يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اليوم زيارة تستمر 3 أيام لبريطانيا، يجري خلالها محادثات حول تعاون أمني مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وتتزامن زيارة السيسي مع إعلان الحكومة البريطانية وقف رحلاتها الجوية بين بريطانيا وشرم الشيخ بمصر إثر حصولها على معلومات ترى أنها تدفع في اتجاه الاعتقاد بأن شحنة متفجرة كانت السبب في تحطم الطائرة الروسية في سيناء هذا الأسبوع. وتشهد العاصمة البريطانية اليوم تظاهرات احتجاجا على زيارة السيسي لبريطانيا للمطالبة بوقف الدعم العسكري لمصر. من جانبه دان زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن دعوة كاميرون للسيسي ودعا لوقف تصدير الأسلحة لمصر. ومعنا مباشرة من أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية من وسط لندن مفدنا إلى هناك جمال عز الدين. جمال، هل رشحت أي معلومات عن اللقاءات التي جمعت السيسي اليوم بالمسؤولين البريطانيين؟ نعم سارة، في الحقيقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يصل بعد إلى داونينج ستريت للقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. نحن بانتظار وصول الرئيس المصري الذي كان من المنتظر أن يكون على الساعة 10، ولكن حتى اللحظة لم يصل بعد. بانتظار وصول السيسي، ربما الصورة هنا كما تشاهدون، المئات من معارضي الرئيس المصري تجمعوا أمام داونينج ستريت للتنديد بهذه الزيارة التي أثار كثير من الجدل في الحقيقة هنا في بريطانيا وكذلك في أوساط الجالية المصرية. المصريون أو المعارضون للرئيس السيسي طالبوا الحكومة البريطانية مرارا بإلغاء هذه الزيارة، ولكن ديفيد كاميرون أصر على استقبال السيسي. هم يتهمون الرئيس المصري بارتكاب مجازر ضد المعارضين وبانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. في الحقيقة الصورة كذلك تكتمل ربما هنا من الناحية الثانية، حيث أنصار الرئيس المصري تجمعوا أيضا بالعشرات وبالمئات كما تشاهدون من خلال هذه الصورة، وكذلك بما فيهم العديد من الإعلاميين والفنانين المصريين الذين تنقلوا خصيصا إلى لندن لمؤازرة ولمساندة الرئيس السيسي في هذه الزيارة. ربما الساعات القابلة القادمة بعد لقائه مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومع المسؤولين البريطانيين الآخرين ستتضح ربما الأجندة التي حددت لهذه الزيارة، والتي من ضمنها ربما لقاءات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين كذلك، حيث من المنتظر أن تؤدي هذه الزيارة إلى توقيع العديد من العقود الاقتصادية الكبرى بين بريطانيا ومصر. سوف نتابع معك جمال عز الدين أولا بأول ما سوف يرشح عن هذه اللقاءات. كنت معنا من أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية من وسط العاصمة لندن، شكرا جزيلا لك.